وين بدي انام؟ وين بدي اروح؟ اللي صار طلع اجوا دخلوا علينا اليهود وطلعونا من المنطقه هذه، طلعنا على المواصي، بقت الدار عامره واغراضنا كل اشي سبناه على ما هم، وطلعنا بس لابسين اواعينا زي هيك وطلعنا. هيهم لما قالوا فتحت الطريق اجينا ما لقيناش، لقينا البيت رمام ما لقيناش. طب ومناش حد بالمره، ابويا مستشهد ومناش الا ست ولاية هينا في الدار، والدار مش عارفين وين بدنا نروح وين بدنا نقعد. ايش هم خلوا حاجه اليهود ولا حاجه؟ دمار.